في ظل انقطاع المياه المستمر من المشروع تتفاقم أزمة المواطنين واحتياجهم للماء. تعالوا لنرى آراء الشارع. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. يا أخي هل توصل لك مشروع المياه؟ والله ما توصل لنا على ما قبل شهرين، ولا قد نحن بلا ما ولا ملقين. أنا لي منعك أقول لك الصدق قصب لحلي، لا تهدرناش على الماء. لا ما يوصلليش. ليش؟ مدري. لا. إيش السبب؟ ما في تواصل من زمان وما فيش ماء هناك عندنا في الضبوعة فوق في الأخوة. شري واية مي؟ أيوه. كم سعر الواية؟ والله دحين الزفة ب 6000. وما أدري يمكن سعرها زاد كمان. بس أنا سمعنا إن السلطة المحلية وفرت وايتات سعر الواية 4000، هل الكلام صحيح؟ ما سمعت أقول صراحة. مقطوع القصب مكسرات، كل شيء مكسر، والعدادات معها اللهونش، ولا الله أعلم مقابل الزهون. أي واحد ساكن بالحرق أنا كله وايتات. كم شو الوايتات بالأسبوع بالشهر؟ يعني بالاسبوعين وايت. كم سعر الوايت؟ سعر الوايت 7000 ريال، نص الوايت. ايوه قبل 4 شهور. نعمه من الله انه وصل لكم قبل 4 شهور، احنا 14 سنه ما يوصل لناش. قبل 4 شهور اقل لنا مشروع الماء. خلال ال4 شهور كم تستخدم وايتات؟ استخدم كل اسبوعين وايت. كم سعر الوايت؟ الوايت ب 12000 ريال، ادفع الوايت 12000. طيب السلطه المحليه قالوا وحسب قالوا والله لا حمني انه موفر وايتات سعر الوايت 4000 ريال للمواطن. ما فيش لا وايتات من السلطه المحليه ولا حاجه، ما في الا بزلطك. والله مقارب الشارع. بكم تشيل الوايت المي؟ الوايت المي قادوا ب 25000. عن حالي الا المالح. المالح العاب والحماق، قد احنا شم مالح. ما فيش، وينه؟ لا يوجد لا مياه ولا ما مالح ولا شيء. طيب بكم تشيل الوايت المي؟ الوايت الان اصبح قد عمله صعبه، تشيل الوايت لحدود 30 40 45. مواطن مسكين قد اسعار بلقوا وزيدوا، يعني يزيدوا له فوق الكبه خرق. الله يرزقنا بامطار من عند رب العالمين. ان شاء الله يا رب. المشروع ما يجيش، ما اعرفوش انا، يجي مره بالسنه. سمعنا انه السلطه المحليه وفرت وايتات للناس سعر الوايت 4000 ريال، هل الكلام صحيح؟ ما هلش موجود، وين الوايتات هذه؟ وين قاموا ظهروا؟ وين وفروا؟ ولا وصل. لا وصل ولا قال مشروع. والله انا حقوي بحاله من الغريف، وانا اغرف من السبيل، وانا بالسن هذا يستحوا على شرفهم يرجعوا قصب على ما كان، واحنا شندي بياس كذب خرط مرط. هذا احنا ما درينا وش الخبر هذا اخواني. انا اعرف يمكن الكلام هذا السر ما يشوش انتشر عسى ما يفتضحوش. والله مثل الله اعلم احنا ما عندنا سعد بالكلام هذا، داري الناشد دائما نص زفه 6000. رسالة توجه للسلطة المحلية حول الماء. وفروا لنا مرة حتى مرة كل 3 شهور يوصلنا الماء للبيوت. نشي كل 3 شهور حتى يوم. ساعتين ما نشي. هذه قضية عدة ما عاد. والله ما نشي لأنه ما نلاقيش الماء. جالسين احنا الأطفال وعطلنا لهم المدارس ناقلنا دبابة من البير. من البير حق المشروع ناقل قسم ناقلة طول اليوم مناقلة. رسالتنا إلى السلطة المحلية بحسب ما زعموا أنهم وفروا وايتات للمواطنين. يكاد المواطن ان يلمس شيء من هذه الاعلانات حقهم وهذا، لكن للاسف ما فيش اي شيء. رسالتي الى السلطه المحليه بان يراعوا المواطنين وان يلتزموا وان يخافوا الله بحق المواطنين بحق الشعب المظلوم هذا القاوع. قدوم يعني في مازق، لا عاوز يدخلنا في مازق ازيد. الله يجزيك خير، بارك الله فيك. ان شاء الله خير.